انتوا ما تتخضش ما تترعبش، احنا مش هنرغي كتير. خير الكلام ما قل ودل. صح، اتفضل اتفضل افندم. اي خدمه؟ تتكلم انا ولا تتكلم انت؟ لا تتكلم انت. لا انت. لا انت. لا انت. لا احكي يا ابكم، اي حد فيكم يتكلم وتخلصوني. بالمفتشر كده، احنا محتاجينك. محتاجين افكارك المدحدشة. وربنا كانت حلوه قوي 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 نمره التعبان اللي انت فكرت فيها وما وام دي. يا اخي يا اخي ما تحرمناش من الزكاوة المستخبيه يا شيخ. والاجر والثواب عند الله يا عدوي. ما تقول يا عدوي. يا عدوي. لكن ايه الحكايه؟ تيجي تشتغل معانا وتتضم للفرقه بتاعتي. وكله للفن. وفي سبيل الفن. طيب سيبوني افكر وهرد عليكم في مصر. وكلت عندكم في العنوان. ها؟ طب نتوكل على الله ونستأجر احنا بقى. ها؟ تستأذنوا ازاي؟ ودي تيجي؟ ده انا ما صدقت اني سمعتكم وانتوا بتتكلموا عن الفن. وانا احب الفن. ادوب في الفن. اقدم لكم عمي الحاج حامد. يا 1300 ديش اليوم. مرحبا يا عم الحاج حامد. يا نور حصل لنا الشرف يا حاج. دول بقى من الفنانين المشهورين، الفنانين الكبار قوي، الاستاذ عبد الحليم حافظ ومدام شاديه.